مساء الخير، نحييكم من صوت لبنان ونقدم نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات إلسي كفوري، دعاء حمصي فرح وشادي العقاد. عناوين النشرة: تسمية الصفدي تسبق الاستشارات وتشعل حرب تسريبات. باستيل يضرب موعدا الاثنين ومن ثم يتراجع، وأوساط الحريري ترد رجعت حليمي لعادتها القديمة. إطلاق سراح موقفي الحراك وتوضيح من قيادة الجيش. المصارف مقفلة غدا والمستشفيات تنفذ إضرابا تحذيريا. نحن عم ندق ناقوس الخطر إنه يا جماعة اعملوا معروف واصلين على كابوس. الشتوة الأولى تغرق الطرقات بالسيول وتسبب زحمة سير خانقة. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. لبنان ينتفض. وفي اليوم 30 من الانتفاضة فرض الشارع نفسه لاعبا أساسيا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة مقبلة، فرفض ورقة الصفدي التي حاولت السلطة لعبها في إطار سياسة المناورة المعهودة لتحسين الشروط، خصوصا وأنها تدرك أن طرح اسم الصفدي سيشكل استفزازا للحراك وقد يدفع بالمزيد من المواطنين إلى الالتحاق بالشارع. وعليه الاستشارات النيابية لا تزال غير محددة رسميا، بالرغم من أن الوزير جبران باسيل استبق رئاسة الجمهورية وحدد موعدها الاثنين، ما حدا بالرئيس سعد الحريري إلى التعليق عبر مصدر سياسي مقرب منه بالقول رجعت حليمي لعادتها القديمة. السلطة سقطت أيضا أمنيا بعدما تكشفت آثار العنف الجسدي الذي مورس على المعتصمين السلميين خلال فتح الطرقات وأثناء اعتقال عدد منهم. كما هي طرق الحكومة معرقلة، كذلك هي الشوارع والأوتوسترادات التي لم تشذ عن قاعدة التحول إلى مستنقعات وبرك عند أول شتوى، فمن المنصورية إلى عين المريسي في بيروت إلى أوتوسترادات الجبيل والساحل وبعلبك، غمرت السيول الطرقات وتحولت إلى نهر جارف محاصرة المواطنين في سياراتهم، ما تسبب بزحمة سير خانقة. إذن عزفت السلطة اليوم بكل مكوناتها على لحن تكليف متوقع للوزير السابق محمد الصفدي عمل عليه الثنائي الشيعي في اجتماع عقده الخليلان أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وكشف عنه الوزير جبران باسيل ما تسبب في تشابك مواقف ما بين السلطتين الأولى والثالثة أغرق المشهد الحكومي بالضبابية. فقد أكد الوزير جبران باسيل أن الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة، متوقعا في حديث إلى الـMTV أن تبدأ الاستشارات الاثنين المقبل إذا سارت الأمور بشكل طبيعي ليسمى الصفدي في ختامها. هذا الكلام أثار بيت الوسط الذي رد منتقدا كلام باسيل، وقال مصدر مقرب عادت حليمي إلى عادتها القديمة، فقد حدد موعد الاستشارات قبل أن يحددها رئيس الجمهورية، وأضافت إنه إذا أراد فعلا أن يقدم خدمة للعهد ينبغي أن يطلب إجازة عن الكلام. وأضاف المصدر إن تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة العتيدة إن لم تكن حكومة تكنوقراط، واسم الصفدي كان من ضمن مجموعة من الأسماء جرى طرحها، منها تمام سلام لكنه رفض. سجال المصادر طال أيضا نتائج الاجتماع الذي عقده الحريري أمس
مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المالية علي حسن خليل في بيت الوسط. فمصادر الخليلين أشارت إلى أنهما أصرا على أن يتولى الحريري رئاسة الحكومة من دون الممانعة أن يكون ثلثاء الحكومة من التكنوقراط. وأضافت أن الحريري أصر على تكليف غيره بعدما أكد أن الرئيس تمام سلام يرفض ترأس الحكومة وبادر للقول رؤساء الوزراء مجتمعون وافقوا على الصفد. ولفتت مصادر الخليلين إلى أن الحريري تعهد أن يتمثل المستقبل وأن يسمي الوزراء في الحكومة، وأشارت المصادر إلى أنها تعاطت مع هذا الأمر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين. مصادر بيت الوسط ردت على الخليلين نفية أن يكون الحريري قد قدم أي تعهدات في هذا الشأن سوى التأكيد على موقفه من دعم الحكومة وإعطائها الثقة. وأضافت أن موضوع التمثيل الوزاري مسألة في عهدة الرئيس المكلف الذي يجب أن تكون لديه مساحة واسعة من حرية الاختيار وتكوين فريق عمله في هذه المرحلة الدقيقة. رئيس الحكومة السابق تمام سلام قال في حديث للسياسة الكويتية: لن أرضى برئاسة حكومة يديرها باسيل، ولن أعيد تجربة والدي مع توني فرنجي. الوزير السابق محمد الصفدي، وبحسب ما نقلت أوساطه، فإن لا كلام يسبق الاستشارات النيابية الملزمة احتراما للدستور ولموقع رئاسة الحكومة. وأضافت أنه لن يتردد في تولي المسؤولية في حال تم التوافق على تكليفه على أن يأتي شكل الحكومة متماشيا مع متطلبات الشارع. وفي ضوء كل هذا اللغط، ردت أوساط بعبدة معلنة أنه طالما لم يحدد الرئيس موعد الاستشارات فكل ما يقال في هذا المجال يدخل في خانة الافتراض، على الرغم من التقدم الذي حصل بالموافقة على الصفدي. وأشارت هذه المصادر إلى أن موافقة الرئيس الحريري على تسمية الصفدي أتت مكبلة ومشروطة، فالحريري لم يتعهد بالمشاركة بالحكومة ولم يوافق على صيغة التكنو سياسية، وبالتالي فإن هناك شكوكا تحوم حول تسميته الصفدي. وأكدت المصادر المتابعة لاتصالات بعبدة أن رئيس عون ليس بوارد أن يعيد الاصطفاف وفق 8 و14 أذار، وهو قضى عليه من خلال انفتاحه ولا يريد إعادة إحيائه. الرئيس عون كرر أمام وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جيريني موقفه من أن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة العتيدة. وأكد رئيس الجمهورية أن معالجة الخلل الاقتصادي ستكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السابقة والتي تركز على أهمية قطاعات الإنتاج. الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام أكدوا في بيان مشترك على موقفهم الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، ودعوا القوى السياسية كافة إلى تسهيل مهمته في ذلك في ضوء الأوضاع الراهنة. مجلس البطاريق هو الأساقف الكاثوليك الذي اجتمع برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، طالب رئيس الجمهورية بالإسراع في اتخاذ التدابير الدستورية لتأليف الحكومة والنهوض بالاقتصاد. المونسينيور وهيب الخواجة تلا البيان: يرى المجتمعون في ظاهرة الاعتصام في الساحات والشوارع حدثا فريدا من نوعه في تاريخ لبنان، وإنهم إذ يتبنون المطالب المحقة يدعون المعتصمين إلى توخي الحكمة ليبقى تحركهم سلميا وحضاريا ولا يستغل سياسيا أو حزبيا أو إيديولوجيا، كما يدعونهم إلى الابتعاد عن التشنج والعنف والكلام النابي، ويطالبون فخامة رئيس الجمهورية الإسراع في اتخاذ التدابير الدستورية الواجبة لتأليف الحكومة وحماية لبنان وسيادته واستقلاله ووحدة شعبه والنهوض بالاقتصاد وبناء دولة القانون عبر اختيار أصحاب الكفاءات لخدمته تجاوبا مع طموحات جميع اللبنانيين وبخاصة الشباب. النائب الياس حنكش وصف حكومة التكنو سياسية بالبدعة مثل بدعة حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا أن المطلوب اليوم وجوه بعيدة عن السياسة في الحكومة الجديدة.
حنكش وفي حديث للجديد شدد على أهمية إنتاج طبقة جديدة وبرلمان جديد، لأن الناس سحبت الثقة والأمانة من الطبقة السياسية الحالية، داعيا إلى انتخابات مبكرة تنتج مجلس نواب جديدا ينتج بدوره حكومة جديدة تتماهى مع مطالب المتظاهرين. في هذا الوقت انشغل الشارع باسم الوزير السابق محمد الصفدي المرشح لتولي رئاسة الحكومة، فعبر الحراك عن رفضه في تجمعات أقامها أمام منزله وممتلكاته في طرابلس. المزيد من التفاصيل مع روعة الرفاعي. لا زالت أصداء خبر تكليف الوزير السابق محمد الصفدي بتشكيل الحكومة العتيدة تنعكس سلباً على حركة الثوار في ساحة النور، والذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة الاستهزاء بالشعب اللبناني، والذي خرج منذ شهر إلى الساحات للمطالبة برحيل السلطة الفاسدة، ورفعوا شعار كل يعني كل كدلالة على توحيد الشعب حول كلمة سواء، وهذا ما لم يعهده الشعب اللبناني من قبل، حيث كانت الانقسامات السياسية تؤثر على القاعدة الشعبية لكل سياسي. اليوم لم يعد هناك من قاعدة، بات المواطن تحت راية الوطن ينشد نشيده ويطالب بحقوقه بمنأى عن كل السياسيين. فماذا يقول المنتفضون في ساحة النور لصوت لبنان؟ أركان السلطة لعبة لعبوها مبارح عشية جبران باسيل وسعد الحريري، طبعا بعد التنسيق مع أمل وحزب الله، واتفقوا على أنه يكبوا هيدي المناورة بس لتقطيع الوقت مش أكتر من هيك. الطرح منه جدي وصفدي غير جدي، وهو اصلا طلع واعلن وقال انه ما معه خبر بالموضوع، وبالتالي نحن منقول هيدا كله ضحك على الناس. نحن منتمنى منهم بقى ياخدوا موقف وطني، موقف جريء، ويرشحوا حدا مستقل لرئاسة الحكومة، وحاج بقى يضيعوا وقت على الشعب وعلى الناس وعلى البلد. طرح اسم الصفدي انا برأيي هو هيدا تضيع للوقت، هن عم يطرحوا اسماء من مقبولة بالشارع، هذا بس ليكسبوا وقت لحتى هن عم يراهنوا ان احنا نتعب ونطلع من الشارع. نحن قلنا من الأول أنه نحن ما بدنا حدا سياسي بالحكومة، ولا رئيس ولا وزراء بالحكومة، نحن ما قابلين فيه، ونحن قاعدين بالشارع لحد تشكيل الحكومة اختصاصيين من رئيسها لآخر وزير فيها، لحتى تشتغل لمصلحة البلد، تفصل القضاء عن السلطة، ويكون عندها امتيازات خاصة لحتى تقدر تعمل قانون انتخابات عصري يلبي طموحات الشعب الحضاري الواحد اللي أثبت للناس أجمع أنه هن واحد مسيحية وإسلام، ولحتى نوصل لانتخابات نيابية شفافة نقدر ننتخب رئيس من الشعب، وهيك بنكون نحن حققنا ما طلبنا، وغير هيك منا طالعين من الشارع. تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ بعض الوقت في مدينة طرابلس دفعت بالمحتجين للوقوف ضمن الخيام هربا من الأمطار، في حين لا تزال طريق جسر البالما مقطوع كما وطريق البداوي. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان. وفي جبيل تحركات مماثلة رفضا لتسمية الصفدي. جوزفين أبي غصن. بين ثورة طبية صحية وثورة لاسترجاع الأملاك البحرية تمحورت أجندة ثوار جبيل اليوم، فكان للأطباء والجسم التمريضي والإداريين في مستشفيات جبيل تحرك تحذيري تحت شعار صرنا على آخر نفس في ظل عدم القدرة على استقبال المرضى إلا الحالات الطارئة والعلاج الكيميائي وغسل الكلى، حسب ما أكدت لإذاعتنا مديرة مستشفى ماريتيم جبيل فيفيان سفير. لازم شغلتين، أول شيء تسديد المتأخرات من قبل دولة، تاني شيء لازم المصارف تأمن العملة بالدولار للمستوردين تيحولوا للخارج لتشديد ستوكات عند المستوردين وبالمستشفيات، لأنه ستوك الموجود بالبلد ما بيكفي إلا شهر أو شهر ونص، ونحن صار لنقص ببعض المواد الأساسية والضرورية اللي بتأثر كتير مباشرة على صحة المرضى. ومثل ما عم بيقول النقيب، المرضى ما لح يموتوا على أبواب المستشفيات، ما في مستشفى عم ترفض مريض، لح يموتوا بتخطتهم إذا ما تأمنتهم الأدوية والعلاجات اللازمة. وفي البربارة قضاء جبيل وقفة احتجاجية للإضاءة على الاعتداءات على الأملاك البحرية، وذلك أمام منزل الوزير السابق محمد الصفدي. الشباب أصحابنا بالأحزاب الثانية وبالتيارات قالوا لنا روحوا تظاهروا محل ما فيه فساد، واليوم نحن جينا عم نتظاهر هون لأنه في تعدي على الأملاك البحرية، والحلو أنه في شباب من التيار الوطني الحر كمان إجوا وقفوا معنا ودعمونا. وفي نقطة تانية أنه نحن عم نطلب استشارات نيابية كرمال يعينوا رئيس حكومة،
بس المشكل انه عم بيصير في كومبينات بالليل وبالنهار وعلى الصبحيات وعلى الترويقه كرمال يطلعوا حدا ويكبوا هيدي الاسامي للتضليل. وحتى شباب التيار الوطني الحر احن معنا اليوم لانه بيعرفوا انه ما فينا نسمي رئيس حكومه وعليه 3-4 شبهات بالفساد. اما غدا فالموعد على الاوتوستراد في جبيل امام صيدليه الرحباني لملاقات بوسطه الثوره. من جبيل جوزيفين ابي غصن، اذاعه صوت لبنان. كيف بدت الصورة في صيدا اليوم مع رئيف الملاح؟ جابت شوارع مدينة صيدا مساء اليوم مسيرة سيارة انطلقت من ملعب صيدا البلدي، حمل خلالها المتظاهرون الأعلام اللبنانية مطلقين أبواق سياراتهم، وانتهت في ساحة ثورة 17 تشرين عند دوار إيليا حيث انضموا للمتظاهرين في الساحة. وقام الجيش اللبناني اليوم بفتح مثربين في ساحة إيليا أمام السيارات، لا سيما المتجهة من شرق المدينة إلى بيروت ومن بيروت إلى صيدا. إلى ذلك غصت ساحة إيليا بالمتظاهرين الذين جاءوا من صيدا وجوارها والجنوب حاملين الأعلام اللبنانية وينشدون الأغاني الوطنية والثورية. صوت لبنان وقفت عند آراء المتظاهرين وموقفهم من طرح الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة وجاءت كالتالي: نحن قلنا وكل الشعب قال وأجمع عليه من كل الطوائف إنه ما بدنا حدا وجه معروف وإله تاريخ أسود، ومحمد الصفدي مشهد له أقل مثل هو الزيتونة بي. حراكنا حيبقى مستمر وعم ندعي لإله، إذا مش الصبح بعد الظهر. أهل صيدا هن علم فقرة، علم عطارين، علم ما تاكل. محمد صفدي أنا بقول هيدا إنسان جايبين سياسيين لينسبوا بطريقة غير مباشرة غير اللي هن سرقوه أساساً للماضيين، وهلأ جايبين السياسيين. إلى ذلك لا تزال الساحة تشهد لقاءات حوارية وتثقيفية وتربوية من ضمن النشاطات التي يقوم بها الحراك الشعبي، حيث نفذ طلاب الجامعات وقفة احتجاجية تضامنية مع خريجي الجامعات العاطلين عن العمل تحت شعار جيب شهادتك وانزل وصل صوتك، ورفع المعتصمون لافتات جاء في بعضها: وطننا أحق بقدراتنا، شهادتي مثل ورقة إصلاحاتكم، بلها وبشرب ميتها. من فوائد الشهادات لف السندويشات. وتحدث أحد الطلاب الخريجين فقال: إحنا يا عيلة دفعت المئن ليعلمونا، دفعت حويش العمر وعطى عشيبهم ليعلمونا نحصل على مهنة مشرفة حتى نكون أحرار نبني مستقبلنا بينا، ما نشحد لأمتنا، لأن اللي عم نطالب فيه هو حكومة اختصاصيين من غير السياسيين تلبي مطالبنا، لأن أنتوا فشلتوا بإدارة هيدا البلد، وصلتونا لهون وسرقتوا حقنا بالعمل وسرقتوا أموالنا ومستقبلنا. عم بقولوا إنه ما في ناس أوادم بلبنان محطوا بالسلطة، نحن عمل قوانين الأوادم، الأوادم هاجروا زمان يا سيادة الرئيس لما ما قدروا يحققوا طموحهم بهيدا البلد، ما لقوا مين يقدرهم، لأن أنتوا سبب الفساد، اشتغلوا برا ونشحوا وصلوا لأعلى المراتب، والسبب إنه هن ما كانوا في الناس الميت حدا يقول نحن مش معذبنا مش حنهاجر ويديهم الحق مطالبنا وصوله ودور حمومة. وتشهد ساحة إيليا وقفة تضامنية مع شعب غزة في فلسطين المحتلة مساء اليوم تحت عنوان صيدا تنتفض لغزة، وتحت شعار صرنا آخر نفس نفذت المستشفيات في صيدا والجنوب إضرابا تحذيريا ليوم واحد، حيث توقف العمل في مختلف أقسام المستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، وذلك احتجاجا على عدم ارتفاع المستشفيات والأطباء لمستحقاتهم من الجهات الضامنة وعدم قدرتهم على تأمين المستلزمات الأساسية للعمل الطبي والاستشفائي بسبب فقدان السيولة في البلد. وأكد أصحاب المستشفيات أن هناك مستحقات للمستشفيات والأطباء على الدولة تفوق 1,400,000,000 دولار منذ العام 2011، فكيف تستطيع المستشفيات الاستمرارية في تقديم عناية طبية حسب المعايير العالمية ومعايير وزارة الصحة وهي لا تتقاضى مستحقاتها؟ من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان. وأمام قصر العدل تجمع العشرات من المتظاهرين قبل الظهر وانتقلوا لاحقا إلى مخفر الجميزي للمطالبة بإطلاق سراح سامر مازح وعلي بصل اللذين وقفا أمس عند جسر الرينج قبل أن تتم تخلية سبيلهما بعد الظهر من ثكنة فخر الدين. وقال بصل: تعرضنا للعنف ولألفاظ نابية وتم ضربنا من دون سبب. أما سامر مازح فقال من جهته: كل مرة سألوني عن اسمي أرادوا أن أجاوب بأن اسمي حمار، وإذا لم أفعل كنت أتعرض للضرب والشتم. كذلك تجمع عدد من الأهالي وبعض الشبان أمام ثكنة صربة في جوني احتجاجا على توقيف الجيش عدد من المعتصمين على أوتوستراد الذوق أمس، وبعد الظهر أعيد الإفراج عن الموقوفين، وأكد أحدهم أنهم لم يتعرضوا لأي معاملة سيئة وأن الجيش تعامل معهم بطريقة لائقة جداً.
إلى ذلك، وبعد خروجه من مستشفى أبو جودي، المتظاهر فادي نادر يعرض أثار الضرب المبرح التي تعرض لها أمس أثناء فض اعتصام جل الديب. أنا عم بقروا بني عم خبطوا فيه، أنا عم بقروا آخر شيء بعش عندي قوة، بقلوا بالأرض بيطب علي 20 عسكري، شو بدك؟ الهروات، العصايات اللي بإيدهم، الرناجر، كعوبة الأمسكستينات، ما خلوا صنف من نوع الأساوئ اللي ما استعملوا معي. الطريقة اللي تعملوا فيه كتير وحشية، يعني العدو الإسرائيلي ما بيتعامل معنا هيك. أنتوا هيدي البدلة نفتخر فيها، والرنجر تبعولكم على راسنا من فوق، ما منا فينا الجيش، لاعب حطوه لاعب يلعبوا هاللعبة، يعني هو وزير الدفاع، هو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوى المسلحة، ما بعرف، أكيد مش زافعون. قيادة الجيش أوضحت أنه أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجين إلى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بردود وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذي بلغ عددهم 20 شخصا وأحيلوا على التحقيق. تم إخلاء سبيل 9 منهم وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناء لإشارة القضاء المختص، وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى. بعد الإضراب التحذيري الذي نفذته المستشفيات اليوم، حذر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون من الوقوع في أزمة صحية. من دق مقوس الخطر انه يا جماعة اعملوا معروف، واصلين على كابوس تجار الادوية ما عم بيسلموا المستشفيات، لانه هيدي ادوية باهظة الثمن والمستشفيات مش قادرة تدفع حقها، مما اضطر عدد من المستشفيات وفي بينات ومستشفيات كبيرة الى توقف عن اعطاء ادوية السرطانية. بالنسبة لغسيل الكلى، في مستشفى بلغني عنده 130 مريض بيغسلوا كلا عندهم، هودي بيعملوا جلسات 3 مرات بالأسبوع، انجبر ينزلهم يوم من 3 جلسات لجلستين لأنه ما عنده المواد الكافية تكفي مشان 3 جلسات. نحن عم ننبه، عم نقول أنه اليوم قادرين نحن نقرر أنه اليوم نهار تحذيري ونستقبل حالات الطارئة، بس رح نوصل على وقت رغم إرادتنا رح نبطل نقدر نستقبل إلا الحالات الطارئة. هارون أشار إلى أن قيمة المستحقات المتراكمة منذ سنة 2012 لغاية 2019 تخطت 2000 مليار ليرة. نحن تقريبا بالشهر بنفوتر ما بين 80 مليار و100 مليار ليرة على الدولة اللبنانية باستثناء الضمان الاجتماعي، بينما وتيرة الدفع لا تتعدى 80-90 مليار كل 3 أشهر، معناتها كل 3 أشهر عندنا شهرين كسر، وهودي عم ينضافوا إلى المستحقات الغير مدفوعة. عندنا تقريبا نص سنة 2018 منها مدفوعة، وكامل 2019 مش مدفوع منها شيء، إضافة إلى تجاوزات بالسقوف المالية يلي ممتدة من سنة 2012 لـ 2018 ويلي ما إلى موازنات لحتى تتغطى. في المقابل، أعلنت وزارة المالية أنه تم صرف كل مستحقات المستشفيات وتحويلها إلى حساباتها في المصارف. في غضون ذلك، تصنيف مالي جديد يظهر حراجة الوضع المالي والاقتصادي، فقد خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف 3 بنوك لبنانية، وهي بنك عودي وبلوم بنك وبنك ماد، من بي سلبي إلى درجة سي سي سي. وبحسب ستاندرد أند بورز، فإن البنوك تعاني من ضغوط متزايدة على السيولة، لاسيما بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترة طويلة. نقابة موظفي المصارف أعلنت الاستمرار في الإضراب غدا طالما أنها لم تتبلغ مقترحات التدابير الأمنية التي ستطبق في مراكز العمل. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء عماد عثمان وجمعية المصارف على إجراءات أمنية لضمان عمل هذا المرفق الحيوي. رئيس بلدية سعد نايل حسين الشباصي رد على خبر انتشار مسلحين في البلدة، مشيرا إلى أن هذا الاتهام مشبوه. هيدا اتهام خطير ومغرض ومشبوه، وهيدا الحكي بأكده الجيش والقوى الأمنية كافة يلي ما عم تفارق الضيعة لا بالليل ولا بالنهار. هناك من يحاول الهروب من مطالب الناس المحقة إلى التخويف بالحرب والتخوين
وهناك من أزعجته وطنية هذه الثورة وعم بيحاول إيقاظ النعرات الطائفية ويريد إخراجها من رحاب الوطن إلى زواريب المذهبية. لبنان ينتفض. أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني أن التقرير الفني والمالي النهائي لمناقصة استيراد الغاز الطبيعي موجود لدى مجلس الوزراء بانتظار البت بها. وأضافت أن دفتر شروط مناقصتي شراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لصالح كهرباء لبنان أرسل إلى إدارة المناقصات منذ 15/10/2019 بانتظار إطلاقه. بالأرقام، مؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات الأقل ربحاً والأكثر كلفة. التفاصيل مع رنا ريشعي. تعتبر مؤسسة كهرباء لبنان من أكثر المؤسسات غير المربحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب الأرقام التي قدمها برنامج الأمن والطاقة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت. الباحث في مجال الطاقة مارك أيوب برهن وبالأرقام أيضا أن مؤسسة كهرباء لبنان تحتل المرتبة الثانية بترتيب المؤسسات العامة الأكثر كلفة من حيث النفقات التشغيلية. فينا نقول أن تكاليف التشغيل لكل كيلوات ساعة منتج من قبل مؤسسة كهرباء لبنان بكلف حوالي 29 سنت 28 إلى 29 سنت. بالوقت المتوسط العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 0.02 سنت للكيلوات ساعة، وهون بيبين الفرق وضع المالي والعجز المالي اللي عم بتولده شركة كهرباء لبنان مقارنة بالشركات المماثلة بدول أخرى. نسبة استرداد الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان هي بس بتروح حوالي 27%، يعني بالوقت المقارنة مع شركات ومؤسسات أخرى توصل هذه النسبة لحوالي 90%. وبالتالي تدني نسبة استرداد الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان عم بتولد عجز كبير عم بينعكس على العجز العام وعجز مالية الدولة. أيوب قدم مجموعة خطوات يجب أن تتخذ لكي لا تبقى المؤسسة عاجزة وغير قادرة على النهوض، ومنها تعيين مجلس إدارة كفو بعيد عن السياسة يكون هدفه زيادة الإيرادات، كما مقارنة موضوع التعرفة مع الأخذ بعين الاعتبار أحوال المواطنين ورفع الدعم عن كبيري مستخدمي الطاقة. من الخطوات الإضافية فيها تكون شيء منسميه unbundling، فصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع. الهدف الأساسي هو تخفيض العجزين التقني والغير تقني، يعني وإزالة التعديات وزيادة نسبة الجباية بكل المناطق اللبنانية. أما بموضوع الإنتاج وهيدي شقفة من الأنباندلين والاعتماد على المنتجين المستقلين أو IPPs نسميهم Independent Producers، فكرة إضافية يمكن أساسية هي إعادة النظر بكل كونتراكت اللي علاقة بالصيانة والتشغيل، لأنه كلفة كبيرة من المصاري تبع مؤسسة كهرباء لبنان عم بيروحوا لعقود صيانة وتشغيل بتتعلق بكل المعامل أو مصادر الإنتاج تبعنا، وهن بأكثرية الحالات منا مربحة للدولة وعم تولد خسائر أكثر لأنه ما في حدا عم بيراقب هذه العقود عم تتجدد تلقائيا. الهدف من هذه الأرقام بحسب أيوب هو حث الحكومة الجديدة على ضرورة القيام بمقاربة الوضعين الإداري والمالي لمؤسسة كهرباء لبنان كخطوة أساسية للنهوض بهذا القطاع. رنا ريشة عيد، صوت لبنان. كيف علق الأسد على تظاهرات لبنان؟ بعد الفاصل. حوار أونلاين. التطورات اليومية للثورة، كلمة رئيس الجمهورية وردة الفعل عليها، إمكانية تشكيل حكومة جديدة تكنوقراط أو تكنوسياسية، وضع الاقتصادي والمالي والتحديات اللي عم نمرق فيها، كلها مواضيع رح نناقشها ببرنامج حوار أونلاين. أنا سارج داغل، منسق العلاقات السياسية بحزب الكتائب. حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15 عبر صوت لبنان. أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لقناة روسيا 24 رداً على سؤال عن التظاهرات في لبنان، أكد أن الأهم أن تبقى الأمور في الإطار الوطني لأنها ستكون لها نتائج إيجابية ولأنها تعبر عن الشعب، لكن عندما يدخل العامل الأجنبي فستكون ضد مصلحة الوطن، وهذا ما جربناه في سوريا.
صدرت مذكرة عن رئاسة الحكومة تقضي بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 22 من تشرين الثاني 2019، وذلك لمناسبة ذكرى الاستقلال. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم إجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فجا في المناطق الداخلية ومترافقة ببرد ورعد ورياح ناشطة. كان في النشرة تسمية الصفدي تسبق الاستشارات وتشعل حرب تسريبات. باسيل يضرب موعداً الاثنين ومن ثم يتراجع، وأوساط الحريري ترد رجعت حليمي لعادتها القديمة. إطلاق سراح موقفي الحراك وتوضيح من قيادة الجيش. المصارف مقفلة غداً والمستشفيات تنفذ إضراباً تحذيرياً. نحن من دق نقوس الخطر أنه يا جماعة أعملوا معروف واصلين على كابوس. الشتوة الأولى تغرق الطرقات بالسيول وتسبب زحمة سير خانقة. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان.